لكن انا منكمل دور معك شارك فيها. كمان سؤال ثالث اكيد. يلا، شو الامور يلي بياخذوا الناس رايك فيها او بيطلبوا نصيحتك فيها؟ من فضلكم شاركونا باجابتكم. يلا جين نور، شو الامور؟ هلا انا صراحه اذا قدرت جاوب هالسؤال سالت اصحابي. اها حلو. فقلت لهم انه شو بتشوفوا هيك؟ شو قالت؟ سألت اصحابها. سالت اصحابها تتعرف شو الجواب على هي السؤال. قلت لك نحن ما لازم، لازم هن على الطاوله يعلمونا نصير موضوع يعني. خلص. اكثريتهم يعني قالوا لي انه فاشن، ما بعرف ليه بس انه الازياء بس وهيك. وكمان اكثر شيء بالعلاقات مثلا اذا لازم احكي هيك انه بيسالوني لازم احكي هيك، شو لازم اعمل، شو لازم رد، يعني سوشيال ستاف وهيك. نور، انا اخذت الفكره من جين اني كمان اسال اصحابي. فسالت ماي كلوزست فريند، قالت لي انه تجي بتاخذ نصيحتي لان بتعرف انه مش رح اعطيها نصيحه هارمفل لها، يعني مسيئه لها، مؤذيه، وبتعرف انه رح اعطيها انه نصيحه اونست صادقه. وبتاخذ رايي كمان ريليشن شيبس او يعني علاقات، عن علاقات او شو اذا بتتخانق مع اهلها او شيء كمان بتخبرني. وحتى يعني اذا عندها شيء سؤال عن ريليجن وايز، يعني عن ديانه، ديانه كمان بتسالني. حلو. واو كثير حلو. قبل ما نكمل عندنا معنا اتصال على الهواء. مساء الخير. الو بونسوار. بونسوار. ما رح نسال مين معنا، بس حابين لانه بس لنحفظ انه مش حابه. شو بتحبي تشاركي معنا؟ بدي اشارك شوي عن موضوع الغفران. نعم. نعم عم نسمعك، تفضلي. بس كنت حابه اقول شيء انه اول شيء تنقدر نغفر بدنا نكون نحن لمسنا محبه الله بحياتنا، وإذا ما كنا لمسنا هيدا الشيء فما رح نقدر، ما رح نقدر نسامح ولا رح نقدر نحب. 100%. وقول شغلة بعد إنه في لازم نفرق بين عواطفنا والقرار اللي بناخده، إنه نحن بدنا نسامح. بس نقرر إنه نحن بدنا نسامح، الرب بيعطينا هيدا النعمة، بيقدر يعطينا القوة إنه نحن نسامح. المهم نحن نقرر. يمكن عواطفنا ما مش دغري نكون انه اوكي صرنا نحب هيدا الشخص يلي اذانا او هيدا، لانه ما في حدا بحياته ما انأذى. ف بس الرب هو اللي بيعطينا هيدا النعمه انه نحن يمكن عواطفنا والجروحات يلي انجرحناها هو الرب ببلسمها، بس نحن المهم نكون عم ناخذ قرار انه نحن نسامح، والرب هو رح يشفي الجروحات ورح يقدر يعطينا النعمة إنه نحن نسامح. اللي عم بتقوليه رائع، بس بدي أرجع لنقطة الأولى لأن تاني كنا عم نحكي فيها. مزبوط، الأولى كتير حبيتها، بدي أرجع بذكرها. قلت شيء كتير حلو، بس بتقولي أول شيء إنه نحن نقبل رحمة الله لحياتنا. مزبوط، محبة الله، محبة الله، محبة الله، يعني كمان رحمته هي خلق من المحبة تبعه. أوكي، تانكس كتير على اتصالك. ثانك يو. معها حق أكيد. انه في كثير ناس ما بتقبل محبه الله، بتضل تقول انا ماني منيحه. بقى اذا مش عارفه تقبل محبه الله، كيف بدها تسامح غيرها؟ يعني مش ما عندها رحمه على حالها من خلال الله. مزبوط. على السريع شو كنا عم نقول؟ شو الامور اللي بياخذوا الناس رايك فيها او بيطلبوا نصيحتك فيها؟ كثير انت معك، انت قلتها، يعني كل بحكي كثير عن اضعاف كتار، والرب هو بقوته انا بكمل. بس بدي اقول انه بشكر الرب من وراء يمكن جروحي بالحياه، عملهم الرب قوه وخليت اليوم بعده عم بحكي شخص وعم بيقول لي هيك، وعم بقول له انه انا شو هدفي بالحياه. كل انسان مجروح وصل له يسوع المسيح بيشفيك لان شفاني، وصل له اختباراتي. يعني بتخيل كتار الامور اللي انا والناس بنحكيها، وهي بقولها علنا مش وعظه ولا تواضع، هي من الرب. الرب يعطي كل واحد شيء تام. شو الناس كثير هلا ما بعرف، بس انا اللي بتشوف فيها اكثر شيء العالم انه بشكل عام ما بعرف، يعني انا لانه بعرف اصحابي ولانه بصلي لهم كثير للاشخاص اللي اقرب مني، ف
بلاقي انه هن بيجوا لعندي لانه واثقين انه انا عم صلي لهم، فعارفين انه الرب يعني عم بيحكيني حتى اخبرهم قصص. نور ما بحب جاوب هيك سؤال صراحه. ليه؟ ليه هيدا بتتذكر نحن كنا عم نقول مره اكيد انت ما عم تعمل هيك بس صغر النفس، لان انت معروف انه لا انا ما عم بقول انت عملت هيك بس انت معروف انه انسان كلنا نفرح هيك. اول شيء عندنا امان تام انه انت ولا مره بتاذينا بظهرنا كاخوه لك او اصدقاء، بقى مينيموم انه معروف انه فينا نجي نخبرك قصصنا. صراحه ما بعرف ولا مره يعني فكرت بلسته المواضيع، بس في ناس حكيوك اكيد، في كثير ناس كثير ايه. طيب. بحس انه الرب بيعطيني الحكمه بالوقت اللي المناسب، يعني ولا مره حسيت انه انا متخصص. يعني مثلا ليش قلت لك ما بحب جاوبك سؤال؟ لانه بحس انه انت مثلا اليوم بعرف ريكو متخصص بالمثلا، يعني عندك مسحة عندك خصية بموضوع الكوبلز انت يعني ومريم مثلا، يعني مش متخصص، عندي شغف الرب عطاني، عندك شغف والرب عم يوضحه بحياتك. أوكي. عم يوضحه بكتير طرق، عرفت؟ فاذا انت بدك تبعت حدا لعند حدا يحكي معه كوبلز او شيء مثلا، ممكن تقول لهم طيب هي مثلا ريكو ماريان، او انا اذا محتاج شيء ممكن اجي اقعد احكي معك. انا ما بحس انه، انا بحس انه بالوضع اللي انه في كثير ايام تمرق امور، ما بعرف دائما اذا نصيحتي هي احكم شيء لازم ياخذ الواحد فيها. ما هي نصيحتنا من الرب، نحن مش exactly. فانا بحس انه ما ولا مره حسيت انه انا عندي موضوع معين انا بعطي الناس بالببليك بالهذا. في كثير ناس بتجي بتحكي معي، بتامل لي، بتحكي لي اشياء مره على مره تعلمت كيف اشتغل معها، بس ايه ما في عندي، يعني ما بحس انه عندي، ما بعرف. الكلمه النهائيه اختصاص. انا ما قلت حتى اختصاص، انا بقول انه الكلمه النهائيه هي بتامن لك. اهم شيء بالامور اللي نحن عم نحكيها الجواب، هل الناس بتامن لك او لا؟ انا رح جاوب لان بعرفهم الاربعه اكيد الناس بتامن لكم لكم، لانه رح نقول بالاخر يسوع بنسعى انه نكرمه، وهو من خلاله بيعطينا حكمه انه الناس امننا ونكون امنين على الموضوع. قديش عنا وقت؟ ما بقى عنا شيء. 6 5 4 انت شايل الايربيس.